لدعم المنتج الوطني وتحت شعار صنع بحب، نظم فريق آيريس بازار إرث وطن بالتعاون مع روابي فرح. من أهداف روابي فرح اللي بتحكي عن التشبيك وتعظيم قيمة المنتج المحلي، وزي ما وعدنا للشعب الأردني أنه اليوم هي روابي فرح فرح للجميع وهي منصة للجميع. اليوم روابي فرح هي تعنى بالزراعة عامة، لكن نختص في موضوع الأمن الغذائي وموضوع البذور البلدية الأصيلة أكثر كمان. طبعاً كل المنتجات اللي أنتم شفتوها هي صناعة منزلية هاند ميد، ناس كانوا فعلاً هم بنتجوا بس ما عم بيقدروا يسوقوا، تبادر لنا خلال التحضيرات وبفريق متجر آيرس اللي هو الحاضن لهذا المتجر لهذا البازار، تبادر لنا انه ليش ما نعمل اشي على ارض الواقع، ليش ما ان نوصل الناس هاي مع الزبون بشكل مباشر، يمكن يكون الاتصال بينهم ويحكوا عن المنتجات تبعتهم بشكل افضل من المكتوب. بازار صنع بحب لعرض المنتجات اليدوية من مختلف انحاء المملكة. كان البازار عبارة عن مختلف الأعمال المنزلية اللي ما شافت النور، واليوم بفضل الله أنه طلعت وشافت النور بفضل البازار. أصلاً شغفنا عليه حتى نستمر أكثر وأكثر. اليوم نحن ضمن منتجات أردنية في معرض آيرس جو. روابي فرح مشروع بقاء، هو أول بنك عربي للبذور الأصيلة، بذور أجدادنا.